يقول: ذهبت إلى الحج والحمد لله على ذلك، وكانت انطلاقتنا من المدينة إلى مكة، وكنت مفردا بالحج. في أول أيام التشريق يوم 11 رميت الجمرات في الصباح حوالي 6 صباحا، عندما رأيت الناس يرمون الجمرات، ورميت ولم أكن أعلم أن الرمي يجب أن يكون بعد الزوال. ثم في الأيام الباقية كان رمي بعد الزوال. ما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. الرمي الذي رميته في اليوم 11 قبل الزوال غير صحيح، لأنه رمي في غير وقته، ولا يجوز تقديم العبادة على وقتها، فهو كما لو صليت قبل دخول الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي هو وأصحابه في أيام التشريق إلا بعد أن تزول الشمس، وكانوا يتحينون زوال الشمس، فإذا زالت رموا الجمرات، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني أداء مناسككم على الوجه المشروع، ومن ذلك رمي الجمار. فهذه الجمرات التي رميتها في اليوم 11 ولم تعدها بعد ذلك على وجه صحيح، عليك بدلها أن تذبح فدية، تذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة توزعه على فقراء الحرم. فإن لم تقدر على الذبح نظرا للفقر، فإنك تصوم 10 أيام في أي مكان. نعم.